إذن على بركة الله مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين شوف تي في أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى في بث مباشر من هنا من مدينة الدار البيضاء. كنتواجدوا بالضبط في ملعب للقرب بالمدينة القديمة، ملعب التواصل هنا بمدينة القديمة، دوري الأحياء الرمضاني الذي يقام كل شهر رمضان المبارك. وهذا الدوري الجميل في هذا الدوري هذا هو 40 سنة فما فوق، يعني الشروط ديال الانضمام لهذا الدوري ديال هذه الأحياء 40 سنة فما فوق، يعني ما يمكنش لك تلعب وانت عندك أقل من 40 سنة. 40 سنة فما فوق يحق لك أنك تلعب في هذا الدوري هذا. أكيد اللمسة كتكون حاضرة اليوم، لقاء اللي كيجمع بين جوج ديال الفرق، أحد هذه الفرق هذه اللي أكيد كيتصدر لائحة ديال الترتيب بمناصفة مع واحد الفريق اللي كان لعب بالأمس ضد قدماء فريق الرجاء البيضاوي، واللي انتهت بالأمس بانتصار فريق التواصل صاحب الأرض والملعب ضد قدماء الرجاء البيضاوي. إذن كما قلت اليوم يعني قبل هذا المباشر تسجل واحد الهدف بطريقة جميلة بزاف تشبه إلى حد ما الهدف اللي تسجل بالأمس ديال المنتخب الوطني المغربي، ولو أنه كما كنقولوا بنيران صديقة، ولكن الضغط اللي مارسو اللاعب سفيان رحيمي اللي بالمناسبة كنهنئوه على يعني الدخول ديال أو طرق باب ديال المنتخب الوطني المغربي ضربة جزاء. ما عرفتش واش ضربة جزاء، لأن حكم المقابلة ما ترددش على الإعلان على خطأ، لأن خطأ داخل معترك العمليات. إذن ضربة خطأ قريبة من المرمى، كنشاهدوا كيف سيتم تنفيذ هذه ضربة الخطأ خطيرة جدا على المرمى، ولكن تصطدم بالدفاع وتنتهي خطورة هذه الكرة. نشاهدوا الحكم أكيد لا يتساهل، إذا حكم يوجه إنذار بكل صراحة. دوري كما قلت دوري بكل صراحة ملعوب بشكل نقولوش احترافي، ولكن نقولو شبه احترافي الطريقة ديال التنظيم وديال التسيير ديال هذا الدوري. خويا عبد الحق بقاس، عبد الحق بقاس قال لك فين هنا خويا؟ مدينة قديمة، مدينة قديمة، ملعب التواصل يعني بالقرب من شارع الزيراوي خويا. لاحظوا معايا اللمسة رغم التقدم في السن، لأنه كاين بعض اللاعبين جميلة بزاف، لاحظوا معايا كما كنقولوا من سماها لماها، يعني على الطاير على الطاير قام بقذف في الكرة، ولكن تدخل كان أجمل ديال حارس المرمى. نذكر بأنه الفريق الوحيد اللي فاز بأربعة ديال المقابلات خلال هذا الدوري هو فريق التواصل، واللي كيتبعو ما اظن هو فريق حسنية سباتة، لما خانتنيش المعلومة حسنية سباتة، يعني فريق من منطقة سباتة
لانه كما قلت هذا الدوري ديال الاحياء فيه فرق من كل مناطق الدار البيضاء، تقريبا كاين واحد ثلاثة أو أربعة ديال الفروق اللي كينتميو هنا للمنطقة ديال المدينة القديمة، أما البقية الأخرى فكاين اللي يجي من سيدي عثمان، كاين سباتة، كاين لاحظوا معايا القبة، أي القبة أنت عرفتي يا خويا عبد الحق، صافي ملي قلتي القبة أنت ولد هنا صافي القبة، حيت ما عرفتي علاش حيت إلا جيت نقول القبة ما كاين اللي ما يعرفش القبة، هذاك علاش قلت شارع الزيراوي باش قلت بانه لان اظن الشوط الاول انتهى كما علمنا الحكم على ذلك، لان في نفس الوقت اي يعني كتبادلوا دابا إذن قلت باش نكمل قلت بأنه الفريق الحالي اللي كيتصدر الترتيب هو على ما أظن فريق التواصل اللي ربح المقابلات كاملة أربع مقابلات أربع انتصارات، يليه فريق حسنية سبات على ما أظن ثلاث انتصارات وهزيمة، وهذه الهزيمة كانت أمام المتصدر كانت أمام لاحظوا تدخل جميل جدا إذا قلت بأنه حسنية سباتة الثاني في الترتيب على ما أظن تسع نقاط، الهزيمة اللي انهزم كانت أمام المتصدر اللي هو فريق التواصل، أكيد ما كتهمش النتيجة ما كيهمش شكون، ولكن اللي كيبقى هو هاد الروح الرياضية وهاد اللمة وهاد الجمع، إذا أحد اللاعبين مصاب أن أحد اللاعبين ساقط الأرض أظن أصيب بتوعك، كما قلنا السلامة ديال الجميع هي المهمة، السلامة ديال اللاعبين خصوصا إذا كانوا كما كنقولوا في سن متقدمة 40 سنة فما فوق، فأكيد كتكون صعيبة. يعني لاحظوا معايا لاحظوا هذه حركة جميلة بزاف، لاحظوا يعني قام بمراوغة ثلاثة ديال اللاعبين بطريقة جميلة وحاول أنه يرفع الكرة على الحارس بشكل جميل بزاف، لكن لسوء حظ ديالو أنه الكرة ارتطمت بالحارس، يعني كان غادي يتسجل هدف جميل بزاف. قلت لاحظوا معايا ما يعني بكل صراحة كتحس بأنه اللمسة كاينة، اللمسه كاينه، يعني هادو ناس اللي دوزوا كره كما كنقولوا، هدفة كانت من البعد ولكن شكلت شي خطوره على المرمى ديال الفريق الخصم، التمريره كانت بخارج القدم، لا جميل هدف جميل، لاحظوا معايا قدفة قوية مرات من بين ارجل الحارس، اذا كما قلت ربما هاد المقابلات كيكون عندها واحد الطابع ديال الوديه، ولكن اكيد كتكون المنافسه، كنعرفوا بان كره القدم هي لعبه ديال المنافسه، يعني كاع الرياضات فيهم منافسه، ولكن كره القدم على وجه الخصوص كتكون عندها واحد المنافسه، واخا تكون لاعب غير كما كنقولوا ميكال بالدارجه العاميه ديالنا يعني ودي. لاحظوا معايا اللمسة شوفوا معايا اللمسات،
هاو اسماعيل. إذن حتى الحكم لاحظوا معايا الحكم يعني إذن كذا هي الأجواء هنا بهذا الملعب، ملعب التواصل القرب بالمدينة القديمة خلال هذا الدوري الرمضاني للإحياء لما فوق 40 سنة. إذن هذا هو كما نقول هذا هو الشيء اللي بغينا نقول لكم، بأنه الأجواء في الأحياء خلال هذا الشهر رمضان ف كتكون متميزة بشكل كبير بزاف. إذن شكرا لكم على حسن المتابعة، ألقاكم في بث مباشر آخر وإلى اللقاء.